رب قد اقتربت نهاية رمضان، اعتقنا الليلة من النار، اعتقنا الليلة من النار، اكتبنا من عتقاء هذه الليلة يا رب، اعتقنا من النار واعتق أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأجدادنا وأحبابنا، حرم النار على أجسادنا وعلى أجساد كل قرايبنا وأحبابنا، اكتبنا رفقاء النبي في الجنة، اكتبنا جيران النبي في الجنة، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، من علينا بعمرة قريبة، من علينا بحجة قريبة. يا ذا الجلال والإكرام نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا، احفظ بلادنا، احفظ بلادنا، اجمع شمل بيوتنا، اجمع شمل بلادنا وعائلتنا وبيوتنا، اسعدنا، وسع أرزقنا، اغننا من فضلك يا رب، لا ترد لنا دعوة الليلة، اجب دعائنا، اجب كل دعائنا، نقسم عليك لا تترك رجل أو امرأة، شاب أو فتاة له عندك طلب أو رجاء أو أمنية إلا وأجبته لها الليلة يا رب العالمين. افتح علينا السنة الجاية فتح كبير، افتح علينا في هذا رمضان فتح كبير، افتح علينا في رمضان هذا العام فتح كبير يا رب. يأتي يوم العيد وانت راضي عننا، ليس علينا خطيئة، وسع أرزقنا، اغننا من فضلك يا غني، وسع علينا يا واسع، أكرمنا يا كريم، ألطف بنا يا لطيف، ارحمنا يا رحيم يا رب. يا رب اجعل الليلة ليلة إجابة الدعاء وعتق من النار ورضا منك علينا يا رب. يأتي العيد وأنت راض عنا، اسعدنا السنة الجاية، وسع أرزقنا، اغننا، ارحمنا، افتح علينا، تقبل منا أجمعين يا رب، استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.